Hello everyone and welcome to my channel. Today we have a new lesson. The grammar lesson of today is using should and shouldn't, must and mustn't, have to, don't have to. Starting with should and shouldn't. عندنا كلمة should و shouldn't. احنا خدنا قبل كده المودل فيربس اللي هي الافعال الناقصة وكلمنا عنهم. ممكن تراجع اللي ما شافش الفيديو يراجع الفيديو بتاع الافعال الناقصة او مودل فيربس. اليوم بس عندنا منهم should و shouldn't. should و shouldn't كلمة should تستخدم للتعبير عن النصيحة. يبقى لو عايز انصح حد اقول له you should واقول له المصدر بعديه لان بيجي وراها البيس فورم او الانفينيتيف المصدر بدون تو. يبقى هي نصيحة او للتعبير عما نعتقد انه صواب او خطأ. فتيجي نشوف كده اللي هي giving advice. For example, you should go to the doctor. You should go to the doctor. يبقى هنا should وبعديها جه المصدر go. يعني الافضل لك او انصحك بالذهاب الى الطبيب. مثال تاني, you look tired. تبدو مرهقا او متعبا. I think you should take a few days off. Should take ينبغي عليك أخذ few days off, يعني أيام أجازة. off يعني أجازة. يبقى هنا بنصح. طيب لو عايز أنصح بالنهي أو أنهي أقول I shouldn't worry if I were you. يعني لن أفعل هذا الشيء لو كنت مكانك. You have worked really hard. I don't think you should go out so much. وطبعا ممكن أقول shouldn't, you shouldn't do this or you shouldn't do that. يا لا يجب عليك او لا ينبغي عليك ان تفعل ذلك. اللي احب انبه عليه هنا وده خطأ بنوع فيه في الترجمة ان استخدام كلمة should بمعنى ينبغي او من الافضل لك. تمام, عندنا حاجات تانية للالزام لكن هنا should للنصيحة. نقول بقى must. must بيقول لي you must pay your university fees either today or tomorrow. يعني يلزمك هنا الإلزام أن أنت تدفع المصروفات fees أو المبلغ المطلوب الرسوم اليوم أو غدا. يبقى must pay. يبقى هنا it is used for obligation that the speaker feels strongly about. إلزام, وهنا اللي بيتكلم حاسس بنوع أو عنده نوع من المسؤولية على هذا الكلام أو نوع من السلطة على هذا الكلام فبيقول must. مثلا ممكن ألزم نفسي وأقول I must finish this letter before I go to bed. يجب علي أو يلزمني الانتهاء من هذه الرسالة قبل أن أنام. You must wear a seat belt at all times. هنا نصيحة قوية شوية أو بلزم واحد إن هو يلبس حزام الأمان طول الوقت. طيب number two هي تيجي كمان نصيحة قوية. You must, or mustn't for strong advice or recommendations. خلينا نشوف. في المثال بيقول You must see your doctor. You look terrible. يعني لازم تعمل هذا الشيء. تمام؟ أحيانا لو عندي حد مثلا عايز أديله توصية بخصوص مطعم أو وجبة أو مشروب معين أقول له You must try it. You must try it. يعني أكيد لازم تجرب هذا الشيء أو تجرب هذه الأكلة أو كذا. You must try it. هنا أنا مش بلزمه, هنا نصيحة قوي. Number three, you must, we use mustn't to tell someone not to do something or to say that something is wrong. هنا نهي عن فعل شيء خاطئ فبستخدم must في حالة النفي. أقول you mustn't steal. يلزمك أو عليك أو إياك أن تسرق. You mustn't make a noise after midnight. يعني إياك أن تفعل أو تصنع الضوضاء في بعد منتصف الليل. So we use mustn't or can't to refer to things or people are not allowed to do. الأشياء اللي الناس غير مسموح لها إن هي تفعلها فبنقول mustn't أو can't. مثال you mustn't أو you can't, هنا الاثنين بيتساووا. Eat in the library. يعني محظورات لا يسمح بفعلها, يعني لا تأكل أو لا يمكنك أن تأكل في المكتبة. We use the verb have to plus base form. طيب عندي صيغة أخرى قريبة من must وفي نفس المساحة اسمها have to. وhave to بيجي وراها المصدر بعد to وهنا معناها مجبر أو مضطر لعمل شيء ما وليس اختياري. ناخد بالنا
هنا أنا ما عنديش سلطة على اللي بيحصل، يعني أنا مضطر، أنا مجبر، يعني في قوة خارجية سواء قوة القانون أو شخص ما أو تعليمات أو الصحة أو whatever. يعني هنا غير must، يعني ما عنديش سلطة في الموضوع، فبقول معناها بالعربي كده أنا مضطر أو مجبر. فأقول طيب في الماضي بقول I had to pay a large fine، يعني اضطريت أو أجبرت أدفع غرامة كبيرة fine. طيب في المضارع التام he has had to go to the police station، وعشان أنفي بقى الفعل ده ب have هستخدم إيه؟ هتعامل معاه كأنه فعل عادي، أقول don't have to أو doesn't have to. يبقى هنا عدم وجود اضطرار لفعل شيء ما، لست مضطرا. يبقى استخدام ده ايه كده في الاثبات وفي النفي، يبقى you have to or I don't have to. For rules or laws، القوانين والقواعد، we normally use have to or don't have to. But if we personally agree strongly with the rule or law، we must or mustn't، we use must or mustn't. يبقى القوانين والقواعد إذا كنا متفقين معها تمام او موافقين عليها نستخدم must او mustn't، لكن اذا كنا مضطرين هنقول على الاستخدام have to. اوكي يبقى next بيقول لي you must wear a school uniform، هنا الزام بالschool uniform او الزي المدرسي. you mustn't make a loud noise، you mustn't make a loud noise in public places، يعني هنا يلزمك ألا تصدر ضوضاء في الأماكن العامة. You have to register with the police، تسجل عند الشرطة لأمر ما. You don't have to، هنا نفي الإلزام، you don't have to pay for water in restaurants، يعني هنا بقول إنه لا يلزمك فعل هذا الشيء. أوكي تعالوا نحل مع بعض exercise. بيقول لي choose the best answer from A, B, C and D. Number one, these books are complimentary. يعني مجاملة. You pay for them. You must pay. You should pay. You don't have to pay. You have to pay. هنا طبعا مجاملة يبقى don't have to pay، يعني لست مضطرا إلى الدفع. Number two, you be more careful with your savings. Savings اللي هي المدخرات. فنقول إيه هنا؟ You mustn't, must, can't, shouldn't. نفكر كده قبل ما نجاوب. Very good. You must be more careful with your savings. هنا عندي نصيحة قوية. Number three, you drive someone's car without asking them first. يعني تقود سيارة شخص ما بدون موافقتهم أو بدون الطلب منهم الأول أو سؤالهم. يبقى هنا نهي، يبقى you mustn't drive. Number four, he see the doctor. He looks terrible. Looks terrible. يبدو مريعا، يعني حال سيئة جدا. Very good. Must. He must see the doctor. And the last one, number five. My boss, رئيسي في العمل, needs this report immediately. محتاج هذا التقرير في الحال. I finish it now. Very good. I have to finish it now. لأن هنا مضطر. نتيجة للإيه؟ للقوانين أو التعليمات. Good job everyone. بكده نكون خلصنا درس اليوم. اللي عنده أي سؤال أو تعليق يكتبه في التعليقات. يا ريت اللي لسه ما اشتركش بالحد دلوقتي بالقناة يشترك ويفعل جرس التنبيه عشان يتابع الجديد بأول بأول، ويشير الفيديو. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله، وإلى اللقاء في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.